الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، استمعنا إلى ما تيسر من سورة الزمر، والزمر في اللغة تعني الجماعة من القوم، والله عز وجل لما تكلم عن أهل الجنة ذكرهم بلفظ الزمر ولفظ الوفد. قال ربنا عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقال تعالى: ونسوق المتقين إلى الجنة وفدا. ولما تكلم عن أهل النار قال فيهم وردا، والورد هم الذين يريدون الماء عطاشا، وأما الوفد هم الذين يشرف باستقبالهم وبدخولهم. وفي الآية التي استمعنا إليها يأتي الإنسان يتحسر في ذلك الزمان: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ما المقصود بذلك؟ يعني في أوامر الله ونواهيه تبارك وتعالى. وأنا أتكلم اليوم على أعظم ما يتم التفريط فيه أيها الكرام الفضلاء، هو اللسان. اللسان هذا العضو الذي يدخل صاحبه الجنة أو يدخل صاحبه النار. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا عظم هذا الأمر فقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قول هنا نكرة، والجملة في جملة الشرط تدل على العموم، يعني أيا كان هذا القول صغير أم كبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن مسعود: إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم تهوي به في النار 70 خريفا. عشان يقول لك فلان هذا مزوحي، والله فلان هذا فكاهي يضحكنا، هو يضحكهم بعدين يكرمه في جهنم، الله يعافينا وإياكم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضا الله يرفعه الله بها درجات، ويتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في نار جهنم. ولذلك قال الشاعر: وكم من حروف جرت حتوفا، يعني أهلكت وأماتت صاحبها، وأخرى دعت إلى خير منيف. ولذلك الإنسان عليه أن يحفظ اللسان: يا أيها الإنسان احفظ لسانك لا يخدعنك إنه ثعبان، كم من نزيل في المقابر جراء لسانه وكانت تخشى لقاءه الأقران. كم من نزيل في القبر عثر، ولذلك قال: وعثرة بالرجل تصلح، وقلما عثرة تصلح بلسان. عثرات اللسان هذا تضيع صاحبها تماما. ولذلك أنا أذكر لكم لفظة واحدة منتشرة على ألسنة الناس، وهو يقول لك إيش؟ يلعن جدفك. سمعتوها هذه ولا ما سمعتوها؟ ها؟ فلان هذا ملعون جدف هذا. طب انت عرفت ايش تعرف معنى جدف هذه؟ هل تعرف، هل عمرك انك انت سألت في يوم او دخلت على الشيخ جوجل قلت له جدف ما معنى كلمة جدف هذه اللي قاعد انت تجعلها على لسانك او في المجالس الى غير ذلك؟ العن جدفك هذا، ملعون جدف هذا، والى غير ذلك. لو تأملتها ما نطقت بها اصلا ابدا. قال صاحب اللسان، لسان العرب: الجيم المعجمة التحتانية، والدال المهملة، والفاء الموحدة الفوقانية، وكذا ابن فارس معجم مقيس اللغة: معنى لغوي يدل على معان. المعنى الأول يدل على القبر، ولما يقول لك يلعن جدفك يعني يلعن ايش؟ يلعن قبرك. طب انت الواحد مات تلعن ولا تقول الله يجعل قبرك منورا بايش؟ بالخير والبر والبركة.
قالوا والجدف أصل الإنسان، يعني أبوك وأمك، يعني يقول لك يلعن جدفك يعني يلعن أبوك ويلعن أمك، حاشاكم وعافاكم. أرأيتم هل بعد هذا اللعن من لعن؟ هل يبقى بعد هذا اللعن لعن؟ لعن مآلك الذي تؤول إليه في البرزخ، ولعن أصلك الذي أوجدك بإذن الله في هذه الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلعن أحدكم أباه وأمه. قالوا يا رسول الله كيف الواحد يلعن أباه وأمه؟ يعني في حد مجنون يقول لأبو أمه يا ملعون، يا أمي يا ملعون أبوي؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يروح الواحد يقول يلعن أبوك، يروح الثاني يقول يلعن أبوك أنت، يلعن يقول يلعن أمك أنت وأم أمك كمان. وهكذا بعض الناس تجده سفيه، الله يعافينا وإياكم، يعني ما يحفظ لسانه، نسأل الله في السلامة، فتجده اللعن. ولذلك عند أبي داود والحديث فيه ما قال، قال سيكون في آخر الزمان أقوام يسمون السقارون. قيل ومن هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال قوم تحيتهم اللعن إذا التقوا. أول ما يشوفه يلعن شيطانك يا رجال، وين أنت أمس ما شفناك، الله يلعنك أنت وين ما شف. وهكذا إذا التقوا التحية هيش تكون بينهم الملاعنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، يقول واللاعن لا يكون شافعا ولا مشفعا يوم القيامة. الله يعافينا وإياكم. وعندها للسنن في المسند إن الرجل إذا لعن أحدا حارت اللعنة، جلست تطوف تطوف تطوف، فإن لم تجد كفأها رجعت إلى صاحبها. الله يعافينا وإياكم. حتى السلف كانوا يتحرجون من أن يلعنوا الدواب. وعند أبي داود في كتاب الحج وغيره أن امرأة لعنت دابة فسمعها النبي عليه الصلاة والسلام. هم في طريق الحج، توقع أنك أنت تكون راكب سيارة لاند كروزر ولا ليكزس ولا كذا، وأنت في الحج يقول الله يلعن هالسيارة، فيقول لك انزل منها خلاص لا عاد تركبها مرة ثانية. فهذه المرة راكبة على بعير، هذا هو دابتها في طريق يدريج إلى الحج فلعنتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام سيبوها لا تتبعنا دابة ملعونة. لا إله إلا الله. انظر إيش قال النبي، قال خلاص سيبوها هذه في الصحراء طالقة لا تتبعنا دابة ملعونة. وهذا شغال على طول يلعن كل شيء يلعنه، نسأل الله السلامة والستر والعافية، حتى يقول له يلعن شيطانك يا رجال. أنت لم تؤمر بلعن الشيطان، وإن كان الشيطان في الخبر ملعون، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لكن ربنا عز وجل أمرك بماذا؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وعند أحمد في المسند قال إذا عثرت الدابة، يعني إذا حصل لك أي شيء، عثرت دابتك ولا موضوع عندك ما كمل، الله عن شيطانك، الله عن الله على الشيطان. قال فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يصغر حتى يصبح كالذر كالذباب، وإذا لعن وقال لعنة الله على الشيطان قال تعاظم حتى يصبح كالجبل ويقول قهرته بقوتي. لذلك اللسان هذا أمر مهم يا أخوان، اللسان هذا أمر مهم. ولذلك أختم بهذا من حديث عبد الله بن بسر عند الترمذي وحسنه، قال يا رسول الله الرجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 80 سنة، قال يا رسول الله دلني على أمر أتشبث به، يعني أتعلق به، والتشبث وشدة المسك بالشيء متعلقا، فقد كثرت علي شرائع الإسلام، يعني النوافل كثيرة عندي ماني قادر 80 سنة، يعني الفرائض أنا أديها لكن النوافل عندي كثيرة، فدلني على شيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تعلم هذا أخي الحبيب. الشيخ بن باز يحكى عنه أنه كان من شدة الذكر لما يأتي السائل يسأله يرد على شماغه، لأنه يخشى أنه هو يستمر في الذكر فيذهل عن سماع سؤال السائل فيرد على شماغه. شوف سبحان الله. ونحن نسأل الله عفو السلام الواحد منا لسانه سريع في الشتم والسب واللعن، ما يتوقف أبدا، معروف فلان هذا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي عليه الصلاة والسلام. الجنة تريد مننا عمل، وأقل عمل هو أن نحفظ السينتان أيها الكرام الفضلاء.
هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخر دعوانا ان الحمد لله.